الحديث في الشارع سوى أزمة الدولار. عايزين إيه السبب؟ مين؟ لكن أزمة الدولار جزء من كل، والكل هو الأزمة الاقتصادية وأزمة الإدارة الاقتصادية في الاقتصاد كله. لكن الناس طبعا حسب الدولار باعتباره رمز في مواجهة الجنيه، وشايف الجنيه بيتدهور في قيمته، وشايف أن ده بينعكس فورا في شكل ارتفاع في الأسعار يكتوي منه الإيه الجميع، ويؤدي إلى نتائج كلنا شايفينها من ارتفاع معدلات الفقر، كما أعلن الجهاز المركزي التابع للإحصاء من يومين قال لك نسبة الفقر في مصر 27.8%. نعم. طيب الخطأ الأساسي واللي تسبب في هذه المشكلة هو أنه أوكل إدارة الملف للبنك المركزي، في حين أنه الملف يتجاوز البنك المركزي إلى وزارة المالية، إلى وزارة الصناعة والتجارة، إلى وزارة الاستثمار، إلى وزارة قطاع الأعمال العام. كل هذه الوزارات مسؤولة بدرجات متفاوتة. يعني حضرتك البنك المركزي ليس هو المسؤول الأول عن إدارة ملف الدولار؟ لا طبعا، لا ما هوش مسؤول الأول. ليه بقى؟ يعني طارق عامر رئيس محافظ البنك المركزي بريء من أزمة الدولار؟ ما أنت ترجع لا، أنا مش عايز أحطها بالشكل ده. أنا عايز أقول أنه يعتبر من الظلم لطارق عامر أن أحمله كلية مسؤولية ما حدث بالدولار. طب تحمل مين بشكل مباشر؟ أنا أحمل الحكومة كلها، وأحمل الوزارات اللي هي نايمة في الطراوة إنجاز التعبير. مثلا خذ وزارة الصناعة والتجارة، أهم العوامل الضاغطة على قيمة الدولار هو فاتورة الواردات اللي هي وصلت 70 مليار دولار في السنة، وهذا الملف كلية يقع في نطاق اختصاص وزارة الصناعة والتجارة. وزارة الصناعة والتجارة، ولسه سمعنا تصريح من يومين لوزير الصناعة والتجارة بيقول أنه لا نستطيع التدخل في الواردات لأنه القانون لا يسمح لنا بذلك. هذا الكلام غير صحيح، وبحكم عضوية وزير الصناعة والتجارة في منظمة التجارة العالمية ممثلا لجمهورية مصر العربية التي هي عضو مؤسس لمنظمة التجارة العالمية، يستطيع أن يتقدم بطلب ليتمثل في وضع ضوابط على الواردات. نعم. المدهج جدا رئيس الوزراء في تصريحاته أمس بعد الاجتماع قال أنه والله الموضوع في إيد المواطن، فحمل المواطن مسؤولية ما حدث الدولار. يعني هذا نوع من التخبط الشديد. ما علاقة المؤاي رشد السلاك وقصة ثانية، إنما ما يسمى استيراد عشوائي، من المسؤول عنه؟ المسؤول عنه ليس البنك المركزي وإنما وزارة الصناعة والتجارة في صحيح المسألة. دكتور